وضعي وانا طالب برايم السبت الجاي زياده اخوك اغنيه حزينه لا يا ابو برايمات وين هذا اغنيه حزينه هذا حصان الله كيف عجل يعني كيف كيف شاء هذا رجال جانب فوق فوق اثنين اربعه طب قلنا يقولون كم اربعه طب قلنا واحد اخذ يعني هو خلاص نجم الجمهور وثلاث مراكز مع الباب بالريح جاني حصان الله الطليب جاني هسه ما يطول في عمره ابونا قال علم الشباب وبلغهم انا بغيتهم بس انا مستعجل عندي امور دوره ترى البرنامج جاي نظام مسوي مقالب والله العظيم من والله ارجع يقول ابو تبي يقول عادل عنده عيلتك في الله بامك الغاليه لا والله بشيكم 99 لا لا شو لا الحمد لله يا رب لا لا جاني مصالح قال البرنامج خرجتي والله يا خرج عدوه اخ طول عمره هو قال لي ترى 120 في البدايه ركبنا الباص معكم مقرحنا الشباب قول لهم 120 قلت انا خشمي قال البرنامج لا 99 اخ يا القهر اخ يا القهر اخي اقول شو اللي اخلق ذهب ابيه 120 كيف يعني ابراهيم ناتي كم يوقفون 8 عادي وش ال 120 خلاص يبين لنا 20 مليون سنه هنا والله ما عندي والله ما عندي مشكله يا رجال حتى ازرع لنا 9 شهور خلاص تعبنا اسمع والله ما عندي والله بغيت اجيب العيش اسمع اسمع والله ما عندي مشكله يتمدد 120 لو اطلع ابراهيم الجاي والله شو الفائده عادي بتابعك عادي اطلع مره اتابعكم اذا ما تجي جيب لي ماء حبيبي يا انتم شايفين حياتي تحت البس ولا وسا قول له الله خلينا نكمل لكم سالفه خلاص باخذنا استراحه ولا نجتمع هنا خلاص والله ما تسوي استراحه ولا شيء والله خلاص تفهم الموضوع هذا والله حكم بدل هاي سما تدري شخصيتك اللي اخذت فيها كرت الذهبي انها الشخصيه اللي هي جامعه الكاريزما الانشاد القصيد الحضور كلها انت جامعها والله والله لا هم بعلمك كل شيء اختارون ادري ادري هم اختاروا شخصيه اختيها انت شخصيه اللي جامعه عندك كل شيء القصيد وكذا كلها جامعه انت عندك والله شيء والله وقتها اقسم بيت الله اني متاخر هذا هو شيء متاخر على الموعد ومتاخر ويدقون علي الرجال تعال يا ولد يلا تاخرنا يدقون علي اخواننا كانوا معنا في التصفيات وقعد حمد ولد عمي حمد كان معنا حمد انا توقعت مليون بالميه انه ياخذ كرت ذهبي لان الجمهور قنبع معه هو مشهور يعني في تويتر معروف وقد شارك في شعر راية فهمت؟ وصل النهائي فمعروف في السوشيال ميديا على طول ضرب مقطع يوم انه شاركوا والله انا قلت حمد انت 100% كرت ذهبي كذا حسيت انه كرت ذهبي طب خليه يدخل شعر ذا مع كلمة المهم الله يسامحك على المقلب راح داخل فضح قلوبنا وداخل ومشى المهم والله يطول عمره السلامة يوم مشينا ووصلنا هذا والله العظيم اني شايل كرت الذهبي من راسي نهائيا حتى انه كلم خاله عشان تصوت كلم العيال وهذا قال عشان تصوتون مادي مادي اي انا ما دخلت في الكرت الذهبي تدخل بمادي صح انت؟ قلت اشوف الوضع اشوف جس النبض اي جس النبض انا هذا ادفع مادي وادخل والله وجه طال عمرك ودخلنا داخل وبدينا هذا شوي رجعت ترك الدوسري معه ال 60 ايوه اذكرها يوم دخلوا علينا وشوف موجود المقطع حتى عندي والله جلسوا وجلست انا وحمد ومحمد محمد عنزي جلسنا جنب بعض احنا وعبد الله عنزي إيه؟ جلسنا كلنا جنب بعض في كرسي واحد جالس انا كذا قاعد يعلن على الاول اعلن على الاول عيفان بعده ريان بعده افهم تاكد لا وشي الثاني عادل لا اكثر جماهيريه اي صح 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 ريان شو اسمه عيفان عادل ريان يوم جاء عند الرابع ايش قاعد يقول هو قاعد يقول الاسم القادم هو من الاسماء اللي يقدم نفسه بشكل مشرف وصاحب كاريزما عاليه وصاحب حضور مدري شو قام يمدح يا ولد انا قلت والله حمد انت او يسوي حمد كذا يسوي والله انت تسوي لي كذا قال والله مو انا انت تشوف الحين اذا مو انت انا ما اعرف شيء او يقول لي كذا وانا والله اللي شايله من بالي حتى اني يوم قلت شفتك قمت المهم صدق جالس حمد زي كذا فجاه قال هو المتسابق بعدين سكت وانا قلبي قبف 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 ليش ذا سكت لا لا يا اخي والله انا اقول والله عندي اتركض والله العظيم يا ولد قلت يا ولد مستحيل انا بحل كيف النوم عقب اليوم ذاك اسمع والله يطلع عمر السلام ويدخلونا حنا والله وارجع لهذا الشقه ونام نومه فنانه وقعد الساعه 4 العصر اجهز ملابسي بروح الحفر امشي الحفر قلت هاي خلص واجيهم بعد قال حمدي سجل 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 قال حمدي استعتها حبيبي سير اياه كان عنده الشقه بيروح لا العلا بيخلص غاضب يجي ودق على حمدي يسوي طلع من عنده ضرب طالع قال ارجع 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 دير دير هو دير
ريان انا عرفت كيف جاها كرة الذهب، كنا بثي كلنا سوا دخل بث ترك الدوسي ريان تراه مجنون كذا دخل مع قصتي وقتها ريان من قبل انا اقول شارك برامج وكيه ريان عارف من قبل سنتين اقول شارك 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 ريان عرفته من قست في تيك توك وكن ولا علمني انه مشارك ولا علمته اني مشارك ولا علمني هو انه مشارك ولا تقابلنا هنا سبحان الله صدق عاد كان يقول لي انا اقول مستحيل اشارك برنامج واقي هو يقول مستحيل اشارك برنامج واقي سبحان الله كلنا جينا سوا جمعكم نسخه واحده اي جمعنا نفس النسخه واحده اما انا وحاتم رحنا ورجعنا رحنا اخذنا اجازه ثلاث ايام ما كنت اتوقع ولا واحد ترى مستحيلك يعني. إيه انا جمهور شاب اي قوي شاب 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 على ترك الدوسري معنا كان يقولون البس تركي كلها طالب رجوعك ايش اللي طالب رجوعي مستحيل عاد تدري اني في التصفيات انا حركت حرق قوي ورحت اسال عان وتالي في عمره صارت كنت اشتغلت حيل في التصفيات كنت حتى انك قلت هذا غثيث يا ولد هذا شيبي كيف اني اسوي احاول تصدر مشهد صح كذا هذه كنت كرت فيني ترى تذكر مقاطعه ثلاثه يوم مع ريان عيد ايه ها أنا ترى ما تصلح تحاول تصدر مشهد في كل مكان برجوك ما لا تحاول تصدر مشهد ما تصلح أبدا إذا شخصيتك مو بلايق عليك بس صدق نسيت وش عادي تقولها في البث لا قوية مرة هذا أبدا من زينة الطاقة خلاص اركض عرفت المهم الربع حسبي الله عليك طيب خالد وش مخاوفك بالحياه؟ مخاوفي؟ خالد احب الاسئله هذه فقد شخص غالي يعني مره كله هذه مخاوف اغلب يعني اغلب الناس او 99% من الناس غير مخاوف بالشيء ذا في المكان فيها يعني طبيعي كل انسان يخاف انه يفقد غالي يفقد امه يفقد ابوه يفقد اهله الله يحفظهم له مخاوف الحين اللي انا عايشها الحين افكر فيها الايام ذي انها تكون الشهره اثر سلبي علي انا اثر سلبي يعني طلعت برا يمكن يجيني اثر سلبي ليه مو واثق من قدراتك لا انا واثق من قدراتي يعني مثلا يجيني احد يتبلاني فهمت الشهره ترى سلاح ذو حدين يا ما تطرحك يا ما بعضهم يجيك تبلغ يمكن حد يطلعك شاع يطلع شاع عنك يطلع انا صارت لي وقفت وقف كيف يفبركون صور يفبركون دنيا وحطوا يا ولد بعضهم يجيك يدهويك قسم بيت الله كلام ما ينقال بعضهم يجيك يدهويك يفبرك عليك الان بس هذا ما يروح بعيد طبعا انتم مخاوفكم الحياه ما جاوبتوا انتم هذا مخاوفكم الحياه وش؟ مخاوف الحياه اني يكون بخاطر على احد شيء علي وانت ما تدري يعني؟ اي ممكن غلط على احد عزوز امتنع عن الجواب يا ليل اللي امتنع عن الجواب امتنع رجال اعطيتكم السؤال والله نجاوب والله جاوب قد جاوبت عليه قد جاوبت عليه انا ابغى شخص غالي هذا كنا نعرفه غير مخاوفي بالحياه يا اخي واجد هي لكن اول شيء مخاوفي بالحياه اني احقد على شخص اي لان انا مشكلتي حقت ان حقت وانزعلت خلاص يا خالد كذي جواب جاك انشلت بقلب والله العظيم لو تجتمع انهم ما يعلمون جاح على شخصيتك واحدين ولحد الان افكر فيها انت مهما كان الشخص خويك راح ما عليك منه قال ان كان شحل شخص قال مثلا شخص خويك ايه قال راح ما عاد عليك منه عادي ايه انا من راح من كيفه يجيبه طبعا ذا ودنا فيني انا والله اللي راح كيف حتى لو انه شخص غالي على والله لو انه ما ادري منو اللي راح بكيف بدون ما اسوي شيء انا ويتوكل على الله ما تزعل تفكر تقول والله لا اطنشه نفس ما طنشني طيب تكافل طب هذا حلو كذا انا لا اقول ليش ازعل انا اذا زعل شخص إذا مثلا غلط الشخص قدامي وهو زعل نفسه اروح ارضيه انا ما ابي ازعل والله هذا من طشت قلبك لا بس هذه تنكبني هذه يعني مثلا هذه تنكبني هو لانك طيب قلب تخيل ماك دخل والله انك تزعل اي شخص في شيء ها اها قصص تخيل تروح تراضي واحد يقول ماك دخل
قد صارت لي، حاولت ارضي اصلح بين اثنين وقال ما دخل، سكت توكل على الله. عادي عادي صح صدق ايش دخلك؟ بقى اصلح اسمه بحاول اصلح عشان اكسب اجر. هم كلهم شخصين غاليين غاليين بس انهم غاليين اصبر اصبر الحين ويدي يا ايدي جني شلك جني شلك ما هو كذا هم نظام يقول 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 ما دمت لي صاحب ترى ليه 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 شطر واحد ليه؟ شطر واحد ما قلت لك خلي يقول قصيده رجع يا عزوز عزوز احنا انك انا وحاتم يلا اسلم اسلم ابو عبد الله حقت الشيء قصايد احنا ما ادري شيء عظيم بعض الناس اسلم ابو عبد الله اسلم عقبه ما قلت شطر واحد شطر واحد من حق لا يلا اسلم اسلم ابو عبد الله اسلم اسلم ما ضاغبي ماك اسلم يلا اسلم ما دمت معلش لا عزوز ترى بلخك ابو عبد الله امزح يلا اسلم يقول ما دمت لي صاحب ترى الراس مرفوع اوع ما همني طيب العرب ما همني طيب العرب من رداهم اهم ما انت من اللي طيبهم شهر واسبوع اوع من عقبها تلبس بوادر جفاهم تراك صاحبي لي نور وشموع شر بس سعد في وقت في الناس ما ادري ايش بلاهم اهم والله ما دمت لي صاحب ما دمت لي صاحب ترى الراس مرفوع ادري خربانه يا ايام كان ايام كان يا لب يا لب يا محلاها تذكروا توقف كان قلت لازم يردون والحين انا ردينا وتبون طلعه قلت لازم ونزل الاسراب اشتقنا هاشتاق هاشتاق ركل هاشتاقات قلت لازم لا راح انزل الاسراب اشتقت والحين بخلص الحين تبون طلعه في ورا بنشتاق الصدق طيب اسالكم اسالكم انتم ثيبي ما عندكم انتم يعني ما شاء الله انتم الحين اللي وصلتوا مراحل حلوه هل انتم راضين انكم خلاص وصلتوا الشيء اللي تبغونه؟ لا ولا عندكم زياده؟ الله ما وصلت ها ليش يلا ابن انا طماع طماع طب ليش تبغوا تطلعون خلاص قلتوا لنا ماي على كذا عادي يا خالد ليه مغسله فناجيل عدل انت؟ والله مغسلها والله مغسلها والله ليش تبون ما تبغوا تكملون؟ ما عليه انا بكمل برا ماني بجالس ما راح اوقف هنا ترى ممكن التسع ايام ذي تطلع بلقطه 9,500,000 ايش مشاهده صادق يمكن تسوي على لقطه برا تخيل تخيل يود لقطات برا قبل تسب يا رجال تخيل تخيلوا دقيقه شوف كيف يسكت قاعد اسولف هو يناقشني انت تشطح الموضوع غلط اي صح انا كنت افكر ها لقطه برا ما تنفع طيب عاد تدري اني زدت برا اكثر من هنا كم زدت هاشتاقك برا؟ واجد كم وصلت هنا حوالي 200 مليون لا برا برا وش؟ برا كم زاد هاشتاق برا يوم توقف شهر؟ انا متابعين بس زدت حول 70,000 وقبل توقف زدت 30 انت المقاطع عندك عزوز عزوز ما ينزل مقاطع ما تنزل انا زدت 100,000 انا قليل ما داني التيك توك قليل قليل يبث صح يبث واجد بس انه مقاطع انت لا ما شاء الله جمعها بمقاطع ومقاطعك زينه ما اعرف صور انا لا والله تصورك حلو بس مقاطع نزل زين والله حلو المقاطع صرت اكثر معك أفكار صورت أنا منصور مقطع حتى ما وصلت لا أكثر منها؟ بس لو تكثر منها حسبي لا أكثر منها قلت هذا فيه بس ما كثرت حلوة قهوة اي والله جيب التمر جيب التمر والله تبون سمن؟ سمنة في حال ايه تبون ولا لا؟ لا ما يصلح على لا لا بالعكس مع التمر فنان ترى اصبر نضبط لكم سمنة الحين فنانة فنانة ما عندك تسوي سمنة الحين خلصنا تقهونا خلصنا يود مسك حط شيء حط شيء على شيء 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 اصبر اصبر اضبط لكم السمنه بس دقيقه عزوز بسالكم في الحفر في نفس اللي من قبيلتي اللي انتمي لها في عندكم في الحفر والله صدق والله واجد كثر الدود في ذمه والله العظيم من اي رقه ولا برقه؟ سواعد اسعدي اي والله من الروس رقه سواعد وش اساعده صح انا قلتها غلط اساعده انا بقول اساعدك اساعده اساعده حلوه اوه هذا الفلحة ولدك صح لك اخويا كم واحد اسمه واجد يلتي لا سام حطها في النص حطها في النص حطها في النص حاتم خذ شوية كذا كذا بس غطي لك ودين شعرك ايه الجلسة ثلاثة اربع حلوة يا ريجي والله اني صادق والله ها زوز جرب ليه حلوة سامنا يود الجلسة ثلاثة أربعة حلو ما في تقاطع أصوات
يا رجال تاخذ تسولف على راحتك تستانس. ليه في عز ليه في عز احتياجي هملوني أوني. ليه اصير الخلف من بعد الامام ليه انا إيه عادة اللي عادة. كل ما اثق يخذلوني ليه أوني. اصير الحرب في عز السلام. الله اكبر لا اله الا الله 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 لا اله الا الله يا رب. ودي اسالكم اسئله محرجه وش جدا طيب بس اني اخاف انها تصير فيها ها تذكرت انت وهذا هذاك والله انا اعذروني انا ترى بصير زي ريان عبد بسالكم اسئله واذا انت شجاع جاوب ابد ابد بس انا اخاف عزوز قايل لي وانا امشي كنا نمشي نمشي هناك عادي قول له جاوبك ولا ما جاوبك والله قول عزوز انت عادي في سكب في سكب عزوز لا سكبين اسال 10 اسئله لا لا جا جا عزوز انت تقول في قصيده كتبتها من اعماق قلبي ولا راح اطلعها ليش؟ انا مو قلت لا قصاي ليش ليش؟ وانت ذكرتني ذكرتها طيب اول شيء واذكر وش هي القصيده يعني وش عباره عن وش؟ ما تقولها عباره عن وش؟ لا انسى شوف انا اكتب قصايد لليل بس كلها قصايد تخص وشو؟ مشاعري انا هذا اول شيء ليش ما احب اطلع القصايد هذه؟ مع انه قد قلت اكثر من قصيده لاخواني انصدموا يعني قالوا هذا كله يطلع منك واجد قصايد كتبت واجد لكن ما احب اظهرها بحكم انه ما ابي احد يقرا مشاعري فهمت؟ ما حد يقرا بس بعض اخوياك هنا عرفوا مشاعرك انت ما في احد يعرف مشاعري مستحيل انت عاد قلت اللي كتبتها لي اللي كتبتها قلتها مشاعري عباره عن وش؟ اي انا اوكي إيه؟ انت قلتها لك وش؟ اي بس انا اقول لك يعني مثلا انه تخيل انا اكتب قصيده ويقرونها الالاف يقرون وش هو شاعر عبد العزيز ليه؟ طيب عادي لا الشاعر يستانس اذا قال لا بالعكس لا انا انا عكس انا ما احب احد يقرا مشاعري اكون اتحفظ مشاعري مشاعري بيني وبين بس اقول على كذا بتتعب واجد ترى لا لا ما راح اتعب مستحيل راح اتعب بالعكس هذا احسن شيء انك ما تخلي احد يقرا مشاعرك تخيل انه الكل يدري عن مشاعرك والكل يعرف عبد العزيز وش 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 مشاعره وش يعاني منه وش وش يبي وش يحتاج لا طيب حاتم يا الغالي حاتم انا سالتك سؤال تحت البث قلت لوسي انا قلت انت لوسي بس بس قلت الاعلام معروف انه وش في الرياض قلت حاتم انت ليش ما تجي الرياض قلت انت ليش ما تبي تجي الرياض ابي الجواب اللي قلته لي ما قلت انه عشان اهلي عشان اهلي انا بكون بين الرياض وبين القصيم ان شاء الله يعني بكون عندي شغل اكيد هنا بالرياض اصير اروح واجي لكن اسخن بالرياض هذه اسخن بالرياض صعبه لان اهلي بالقصيم طبيعي انه مشوار اهلي لازم اروح انا اخلصها يعني انت بتجلس عند اهلك عشان تجيب لهم اغراض و عندهم امور واجد لازم اخلصها اصير بين وبين اشغال تصير لي هنا بس اعطيك نصيحه من الاخير ترى حتى العزوز الاعلام كله في الرياض والله انا عارف الاعلام كله بالرياض بس انا غصب عني مو اي غصب عنك بس انه اقول لك يعني مثلا